هنبدأ في الصاد إن شاء الله. حركة الأولى، حركة ثانية، في سنة للصاد. حركة بتبدأ كده، واحد اثنين ثلاثة. بالنسبة للميزان نقطتين ونقطة ودوران، لو حبينا نعمل عطاء نفس الحركة، والألف لها مكان محدد، المسافة دي من هنا لهنا نقطة، ترتفع عن السطر نقطة. لو هي طاء منتهية يبقى النهاية رفيعة شوية، ثم طاء منتهية نلاحظ هنا في فراغ نقطة صغيرة. لو صاد راء نهاية الراء ترسم، أو صاد ميم وصلة مقنطرة ثم ميم، نهاية الميم على السطر ثم ننزل تحت السطر. صاد ياء برضو وصلة مقنطرة، والياء هضمة مثلا، الهاء والضاد وصلة مقنطرة وميم تحت السطر. ودائما تحت الطاء أو الصاد نقطة أو نقطة صغيرة. هنيجي لحرف العين. حرف العين رقم اثنين ثم الجزء الثاني من العين، هذه نقطتان بتخرج نقطة تقريبا. الحركة واحد اثنين. كيف رسم العين الوسطية؟ بعمل حركة جهة اليسار كده ثم أغلقها، والعين في الرقة مغلقة. يهمني جدا الجزء ده، إذا لم يظهر هذا الجزء العين بتبقى معابة. يبقى الحركة نقولها تاني، واحد ونتركها نكمل، واحد ثم الحركة الثانية لو عين منتهية نفس الحركة ونفس الرأس، ولكن هننزل بالجسم تحت السطر.